مسألة الصلاة طبعا، وكثير إلا من رحم ربنا عز وجل حاله من حال الأخ أحمد، أسأل الله أن يثبتنا وإياهم وأن يهدينا وإياهم. اللهم آمين. يعالج نفسه إزاي وكيف نعالج أنفسنا ونستمر على الطاعة شيخ الكريم، وخاصة وإحنا خارجين من رمضان وبدأنا في شوال، وبعضنا يعني ترك الصلاة بالكلية بعد رمضان. نعم. نسأل الله الهداية. نسأل الله. الحمد لله والصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو الأخ السائل جزاه الله خيرا، يعني ما زال العهد برمضان قريب، فيبدو أن المشكلة كانت معه في رمضان أيضا وفي غير رمضان. يا ظاهر عنده. نعم. يعني حتى الذي لا يصلي فإنه يأتي في رمضان ويصلي، وبعد ذلك ننصحه أن يستمر في الصلاة. فالأخ ننصحه أن الصلاة هي عنوان المسلم، وعليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى فيقبل الله عليه سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ييسر له الحال ويستمر في الدعاء. ثم إنه لا يقول أنا لا أستطيع أن أصلي، ماذا أفعل حتى أصلي؟ لا، عندما يؤذن للصلاة فإنه ينزل في الحال إلى المسجد، كأنه يذهب إلى يعني مشوار لابد منه. فهو أهم المشاوير هو مشوار الصلاة. عندما يؤذن للصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة، فإذا أقيمت صلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فهو النصيحة بمجرد ما يؤذن للصلاة فانطلق إلى المسجد وتوضأ حتى في المسجد حتى لا يأتيك الشيطان، وإن كان الوضوء في البيت أفضل، لكن احنا بنتكلم على علاج. وتوضأ حتى في المسجد وانتظر حتى تقام الصلاة، فأقبل على الله يقبل الله عليك، واعلم أن تارك الصلاة على خطر، أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله هي الصلاة، فإن صلحت صلح ما بعده، وإن فسدت فسد ما بعده، والإنسان لا يدري متى يأتي الموت، فالموت يأتي بغتة. فإن مات وهو لا يصلي فهو على خطر عظيم. نسأل الله العفو والعافية.